يا عمتي ما كملت العصير؟ هذا عصير كله بروتينات، شربي شربي. اي والله صدق، خوش عصير خوش عصير. ايه بعد؟ لا بس خلاص زين، خوش عصير. انت ما تيوز ما تيوز من كذبك انت. ايش تبين؟ يعني ابوك ما ندرج ولا شاف الكذاب هذا؟ عمتي شنو هذا اللي شربتي؟ صدقين اخوان تشربوني خوش عصير. خوش عصير؟ شربوك عصير جد؟ جد؟ حسبي الله عليكم، لا عجبني لا عجبني يا شمة. خلاص يا عمتي لا تخافين، يقولون انه بيسوون الاكل للاوادم من جد. الاوادم اللي مثل اخوانك، خلنا نروح اجيب ممتاز احسن لي.